منتخب فاز على السنغال المرة الثانية في سنتين، وفزنا على المغرب على مستوى الأشبال، وهذا يؤكد أننا يارتنا نواصلوا في العمل، لأنه العمل بدأ يعطي نتائجه. خاصة أنا سعيد جدا بالأشبال لأنه ثمرة عمل على مستوى الأكاديمية ومع الطاقم الإسباني اللي تواصل زايد على سنة ونص، وبدأنا نحصدوا نتائجه. وعلى المنتخب مالي المحليين كنا متأكدين من نجاعة سياستنا في الدوري، على أن دورينا منظم تنظيم جيد، وعلى أن أنديتنا تشتغل شغلة جيدة، وهذه النتيجة اليوم نهنى بها الأندية بصفة خاصة وعملهم اللي أعطى هذو اللاعبين اللي قدروا يعدلوا النتيجة.